المشهد العراقي العام سيعتمد على الأداء الشيعي وليس الأداء السني. هذه من نقطة. النقطة الثانية أن الصراعات بين القوى السياسية السنية هي صراعات بالكلام، يعني شخص يهاجم الآخر، وإن كنا نحن نحاول أن ننأى بأنفسنا عن أطراف هذا الصراع. يعني اليوم هي الصراعات ما بين عزم وتقدم، ونحن يعني كمتحدون نريد أن نبتعد عن الطرفين وأن لا نكون طرف مع أي منهما. بصراحة سيد أثيل، سيد أثيل بصراحة لكن بس أكمل لك النقطة. تفضل تفضل. الطرف الشيعي الصراعات فيما بينه قوية جدا، لأنها هي صراعات على السلطة الحقيقية في الدولة. الصراعات صراعات أحيانا تصل إلى صراعات وجود، والبيت الشيعي ليس متماسكا. البيت الشيعي أصبح اليوم في خطر، لأن في تقديري حتى يعني لا المرجعية الدينية في النجف قادرة على السيطرة على القوى السياسية الشيعية، ولا حتى إيران التي لفترة طويلة حاولت أن تلملم هذا البيت الشيعي، حتى إيران لم تعد قادرة على السيطرة على الأطراف السياسية الشيعية. فالوضع الخطورة تكمن في الوضع السياسي الشيعي وليس السني. سأتحدث عن هذه النقطة فيما يتعلق بالوضع السياسي الشيعي، ولكن أنت أشرت إلى أن الصراع بين كتلتي عزم وتقدم. لنتحدث بصراحة ونكاشف المواطن العراقي بحقيقة هذا الصراع، كونكم لستم طرف فيه. نعم، يعني نحن يعني في تقديرنا أن الصراع يعني في غالبه هو على مصالح جزئية. الذين يقودون أطراف الصراع في كثير من الأحيان أو في معظم الأحيان على مناصب وفساد موجود في كثير من دوائر الدولة. جهة تحمي الفاسد وجهة أخرى تريد أن تسقط هذا الفاسد ليحل مكانه شخص آخر. الوضع يعني كل الأداء هو غير مرضي، ولهذا السبب يعني احنا حاولنا أن نبتعد عن هذا الموضوع حتى لا نشارك، لم نشارك في السلطة، لم نشارك في المناصب خلال هذه المرحلة يعني من 2018. يعني عرضت علينا أن نشارك في بعض الوزارات أو في بعض المناصب، فضلنا أن ننسحب منها لأن نعتقد أن كل الصراع هو على مصالح صغيرة جدا وليس على هموم يعني مجتمع بأكمله. طب عندما تقول الصراع بين عزم وتقدم هو من أجل مصالح جزئية والصراع من أجل المناصب، يعني هذا يعني عدنا إلى مربع المحاصصة الذي ربما لا يستطيع العراق التخلص منه بشكل كبير. طب هناك كبار القوم، ألم يستطيعوا التوصل إلى تقريب وجهات النظر؟ ما هي المناصب موزعة؟ موزعة. العملية السياسية أصلا في العراق بعد 2003 مبنية على أساس المحاصصة والتوافقية، بعد ذلك جاءونا بمصطلح التوافقية والذي هو ربما يكون صورة من صور المحاصصة أيضا. هي ليست المشكلة بالمحاصصة، يعني هي المشكلة فيما بعد المحاصصة. المحاصصة على ماذا؟ المحاصصة على مصالح شخصية. يعني عندما تأخذ أنت وزارة معينة وتستنفذ إمكانيات هذه الوزارة لدعم حزبك أو لدعم مجموعتك وليس لإنجاز شيء لمجتمعك، هون تصبح المشكلة أعقد بكثير. هي ليست قضية محاصصة حول أهداف أو محاصصة حول تحقيق مشاريع، وإنما محاصصة على أموال ومصالح شخصية أو حزبية.